السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في آخر أخبار الوداد الرياضي. قبل البداية ما تنساش أنك تشترك في القناة باش نوصلوا 100,000 مشترك قبل نهاية 2024. ما تنساش واحد الإعجاب حيت بيه غادي تدعمنا للاستمرار بتقديم المزيد إن شاء الله. إلا قدرتي أنك تدعمنا ماديا فانتسب في القناة ولا ضغط على زر التشكرات. بلا ما نطولوا بزاف يلا مواصلة التفاصيل ديال هذا الفيديو. سلطت صحيفة أصل إسبانيا الضوء على الوضع الكئيب الذي يعيشه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الحالي الذي سينهيه بالخروج خالي الوفاض. أنجزت صحيفة الإسبانية أس تقريرا حول فريق الوداد وعنوتها بعد سقوط مغربي تاريخي، من خلال تأكيد على أنه يوقع على أحد أسوأ مواسمه كروية. قالت الصحيفة إن فريق الوداد الرياضي الذي يعد النادي الأكثر نجاحا بالمغرب يمر بموسم جد صعب بعد خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا واحتلاله المركز الخامس وإقصائه من كأس العرش. وأشارت الصحيفة المذكورة إلى أن فريق الوداد الرياضي خرج من مسابقة كأس العرش على يد الأندية التي تتنافس من أجل الحفاظ على مركزها ضمن الأندية الممثلة للقسم الوطني الأول. وقالت ذات الصحيفة إن فريق الوداد يمر من موسم كئيب. وشددت على أن الفريق الأحمر يعيش فترة جد سيئة بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا والإقصاء من كأس العرش واحتلال المركز الخامس في البطولة الاحترافية بعيدا عن المنافسات التي تؤهل إلى المشاركات الإفريقية. تعهد المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم بالتعاقد مع مدرب جديد خلفا لتونسي فوزي البنزرتي قبل مواجهة الجيش الملكي برسم الجولة 25 من البطولة. تعذر على مسؤولي الوداد التعاقد مع مدرب جديد بعد انفصال على فوزي البنزرتي بعد الهزيمة ضد اتحاد طنجة برسم مؤجل الجولة 22 من البطولة، حيث يكثف فريق الوداد اتصالاته بعدد من المدربين لاختيار أحدهم لتدريب الوداد. يشار إلى أن فريق الوداد يحتل المركز الخامس بالبطولة الاحترافية برصيد 37 نقطة. 37 هي سنة تأسيس الوداد. أنهى الوداد الرياضي ترتيب اتفاقه مع الموريتاني محسن بودا عميد منتخب بلاده بإعاز من مواطنه بونا عمار تحسبا لخلافة العميد يحيى جبران الذي رفض تمديد عقده. وأكدت جريدة صباح أن فريق الوداد الرياضي توصل لاتفاق مع بودا لتعزيز صفوف الوداد بداية من الموسم الرياضي المقبل، ويعد اللاعب بودا من أفضل لاعبي المنتخب الموريتاني في وسط الميدان، وكان محط أنظار العديد من الأندية القارية في مقدمتها الأهلي المصري وشباب الوداد الجزائري قبل أن ترمق أعين منقبي الوداد وتستغل وجوده بالمغرب رفقة المرابطين وتقدم لها عرض جدا مغري. وتلوح تغييرات جذرية في أفق الوداد بعد الإقصاء من كأس العرش الذي أجج الجماهير الودادية ودفعها للمطالبة بالتخلص من عدد من اللاعبين من فريق الوداد الرياضي بداية من الطاقم التقني الذي خلف الفوزي البنزرتي في مهامه، مرورا ببعض اللاعبين الذين انتهت صلاحيتهم حسب فئة من جماهير الوداد. ويحتل الوداد كما قلنا المركز الخامس في البطولة الاحترافية برصيد 37 نقطة بفارق 21 عن الجيش المتصدر. ولف الغموض غياب العميد جبران على المباراة الماضية ضد شباب السوالم لحساب سدس عشر نهائي كأس العرش، بين من يؤكد أنه اختيار تقني ومن يرى أنه ضغط من المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لكي يمدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم. ويرفض جبران تمديد عقده مع الوداد، وتلقى العديد من العروض من دول عربية في مقدمتها عرض بيراميدز المصري. بات المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي برئاسة عبد المجيد البرناكي مطالب بالتفاوض مع عدد من ركائز الوداد والذي تنتهي عقودهم مع نهاية هذا الموسم. وسيكون الوداد الرياضي في مأزق كبير عند نهاية هذا الموسم بسبب انتهاء مجموعة من العقود لركائز الوداد. وكما قلنا في بداية هذا الفيديو يتعلق الأمر بأول لاعب وهو يحيى جبران، بالإضافة إلى أيوب العملود واسماعيل الحداد ومنتصر الحتيمي والنيجيري آدي أوغونوس وكذلك محمد
محمد أنازم بالإضافة للاعبين آخرين غير رسميين. وبذلك أصبح المكتب المديري لفريق الوداد مطالب بعقد اجتماعات مع ركائز الوداد من أجل إقناعهم بمواصلة مشوارهم بالفريق الأحمر أو البحث عن لاعبين جدد لتعويض مرتقب لهؤلاء اللاعبين استعدادا للموسم الرياضي المقبل الذي سيعرف مشاركة الوداد في مجموعة من المسابقات وهي البطولة الوطنية الاحترافية وكذلك السوبر ليج وكأس العالم في نسختها الجديدة. تصدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي خرج هذا الموسم خاوي الوفاض بعد خروجه رسميا من المنافسة على جميع المسابقات التي شارك فيها. أصدر الفصيل المساند للوداد الرياضي الوينرز بلاغ يعاتب فيه لاعبي الوداد بعد الإقصاء من سدس عشر نهائي كأس العرش مطالبين بوضع قطيعة مع المرحلة السابقة فتح صفحة جديدة. جاء في البلاغ الذي نشره الفصيل المساند لفريق الوداد الرياضي الوينرز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انتهى الموسم لنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم بالخروج من منافسة كأس العرش التي كنا نمني النفس بأن تكون طوق نجاة الوداد من موسم كارثي بكل المستويات. أتبع: للأسف مباراة أخرى بنفس الرداءة ونفس التلوث الكروي، مجموعة من الكسالة يعبثون باللوغو بمنتهى الاستفزاز، هزيمة أخرى وإقصاء موديل، وكأن هذا الفريق مصر على أن يلصق بالقميص العار والهوان. لاعبون بدون أي ذرة حياة على مردودهم المثير للإشمئزاز لم يستحيوا الآلاف. لا حياة لمن تنادي، فالفشل بات علامة مسجلة باسم النادي الحالي بلاعبيه وطاقمه التقني، وإدارة لم نلمس مجهوداتها على أرض الواقع لإنقاذ الوضع حتى الآن. لن نعود للخلف لنستعرض الأسباب والمسببات، فنحن من تحملنا ومن نتحمل دوما المسؤولية وفي الصفوف الأمامية ونبحث عن الحلول بكل الطرق الممكنة، ولا نبحث عن البهرجة بل نراعي مصلحة النادي رغم تحملنا للكثير في سبيل ذلك. واليوم لن نوزع التهامات أو نرمي الراية البيضاء، ولكن سنتطلع لما هو قادم بهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه. بعد إجراء الجمعة العامة المتأخرة وإعادة الاعتبار لبرلمان النادي والمصادقة على المنخرطين بعد سنوات من الانتظار وبعد مجهودات كبيرة، تم تصحيح الوضعية القانونية والطبيعية لنادي الوداد الرياضي لتبدأ صفحة جديدة من عمر النادي. والمكتب الحالي مطالب بإنجاح هذه المرحلة الاستثنائية القصيرة أولا بتسهيل مهمة ولوج الوداديين من مختلف بقاع العالم لبرلمان الوداد بلا شرط أو قيد، ثانيا فتح باب الترشيحات لرئاسة النادي بكل شفافية ومصداقية، ثالثا تحديد موعد الجمع العام القادم لإتاحة الفرصة للمكتب الجديد للإعداد للموسم الرياضي المقبل بشكل مبكر وتحمل مسؤولية قراراته. وأتم الوينرز: لقد ضغطنا لسنوات طويلة وبكل الوسائل من أجل تقوية مؤسسة المنخرطين إيمانا منا بأنها الحل الوحيد وهي القادرة على تغيير حال النادي نحو الأفضل. واليوم تم تسوية الوضعية القانونية للمنخرطين وفتح باب الانخراط، حان وقت التغيير ويجب الدخول مباشرة في مرحلة جديدة في كل شيء انطلاقا من جمع العام القادم. لا نقبل أي أعذار وأي مبررات وهي، ولن نكرر المرحلة السابقة التي كانت مليئة بالمماطلة وبربح الوقت والمراوغات. من جهة أخرى ندعو الغيورين على النادي بانخراط بكثافة والمساهمة من الداخل في إصلاح الوضع ووضع قطيعة مع المرحلة السابقة، كما نتمنى ممن يرون أنفسهم قادرين على تسيير هذا النادي وضع ترشيحاتهم وفق برنامج واقعي نحافظ فيه على مكانتنا الرياضية دون إغفال هيكلة ومؤسسة النادي على أسس متينة. مرحلة الناصري بحلوها ومرها قد انتهت، ولا أعذار اليوم لمن لديهم القدرة على مد يد العون لنادي الوداد من الداخل. صحيح كانت هناك مطالبات وتم قطع الطريق على الأوفياء، لكنها مرحلة قد ولت بدون رجعة، وهذا عهد جديد لا مجال فيه للرجوع للخلف أو البحث عن مبررات واهية للاختباء وترك سفينة النادي تغرق.
تعلمنا أن نلوم الجميع، لكننا لن نلوم أنفسنا لأننا السبب. فإذا أردنا أن تغير الوضعية فلنغير نفسنا أولا. هناك من يفضل فقط توزيع الاتهامات وإعطاء الأوامر من خلف الهواتف، لكن الظرفية في حاجة للوداديين على أرض الواقع لمن لهم القدرة على التغيير الفعلي.